لكن ماذا تقرأ في موضوع التكرار؟ أنه أنا هذا الشخص اليوم طلعته عصابات مسلحة وبكرة طلعته عم يهتف للرئيس نفسه. طيب بكرة أنا عندي نص معين أحضرت شخص اسمه سعيد. سعيد يجب عليك أن تقوم بقراءة هذا النص عشان نكون واقعين. هما بيطلعوش فجأة بيحاول، حتى لو كان هو معاه برا ممكن. سعيد للأسف ما بيعرفش بيتلبك، هو مجبر الآن عنده شخصيات معينة، قد نقول نفترض 100 شخص يتحدث هنا وهنا وهنا وهنا، هو مجبر أن يبقى مع هؤلاء 100 شخص لأنه يخاف. انتبه في نقطة مهمة، أنا كأمن أخاف أنه في يوم من الأيام الشخص اللي بتطلع أو ريا وسكينة هدول الاثنين اللي طلعوا أنه ينقلب علي، فأنا يجب دائما من كان لي الولاء معي فهو يستمر للأسف، وسوف تشاهد وإن شاء الله إذا عشنا في إعادات أخرى في إعادات. لماذا؟ أنا لا أستطيع، لسه بدي أجند واحد ولسه بدي أتعلم معه ولسه هعلمه وفهمه ما هي الطريقة. هنا الخوف من ذلك أنه يبقى معي مثل راي وسكينة ويستمر معي في فترة معينة من الزمن ويبقى هناك ضخ من المال، ويجب أن أتأكد تماما أنهم لن ينقلب علي، لأنه انقلاب مثل راي وسكينة انقلاب قوي جدا. هو لأن المشكلة عندي دائما لا ينقلب أحد من داخل المطبخ السياسي أو من داخل المطبخ الإعلامي، لأنه سوف يكشف لي أسرار الطبخة الفاسدة أو الطبخة التي يقدموها إلى المشاهد السوري أو في أي مكان آخر. طيب أنا أنتقل إليك ياسر، إذا كان عندي بالفعل مشاهد حقيقية، إذا كنت أنت كجيش متعرض كما تقول يعقول الإعلام لهجمات عصابات مسلحة وعندك منكوبين ومن فقدوا أبنائهم، ليش عم بجيب شخص من مكان حطه في مكان آخر؟ ليش عم بنتقل، عم بترك الحقيقة اللي مفروض أنت عم تقول أنه أنت تتعرض لعمليات مسلحة وعم جيب لك ممثلين حقيقة؟ وممثلين يعني رغم ما تفضل به الدكتور، يعني رغم أنهم كادر مؤهل، أصبح كادرا مؤهلا عنده ممارسة تماما، إلا أنه لا يتقن دوره. نلاحظ في التقرير الذي عرض لريا وسكينة قالت بالحرف الواحد عم يطلقوا علينا بشكل دائم صواريخ، صواريخ لفظت كلمة صواريخ، وكلنا نعلم وما يملكه الجيش الحر هو أسلحة خفيفة. يعني هل يمتلك الجيش الحر ترسانة هائلة من الصواريخ حتى عم يطلق عليها على طول صواريخ؟ عنده صاروخ واحد لحتى يطلق بالضبط، يعني هو لا يملك صواريخ. فحتى هذا الكادر المؤهل والمتعوب عليه لم يتقن دوره. على كل حال، لو كان النظام يمتلك حقيقة كما نمتلك المئات والآلاف من الفيديوهات التي نصورها يوميا للمجازر لا عرضها. إذا كانت هنالك حقيقة لماذا تستأجر؟ لماذا المأجورون؟ على كل حال، هؤلاء بالتأكيد هنالك قتلى من عناصر الجيش النظامي، فإذا كانوا من غير المرتكبين نترحم عليهم فهم أهلنا، وإن كانوا من المرتكبين فقد نالوا جزاءهم العادل. لكن يبقى هذا الإعلام العاجز الضعيف بحاجة إلى شخص تعب عليه وأهله. ليس كل شخص قادر على الحديث إلى وسائل الإعلام بالطريقة التي يريدها النظام. لو كان هذا الإعلام إعلام الواقع، إعلام عفوي، لا استضاف هؤلاء الناس، ولكنه إعلام يقوم على صناعة الكذب، إعلام يقوم على صناعة الكذب. فبالتالي هو بحاجة إلى أشخاص مؤهلين ويتقن مهنتهم تماما الكذب. طيب رغم هذا الذي عم يحكيه دكتور نادر بالدقيقة اللي بقيت معي، يعني في أشخاص عم يطلعوا بطريقة فاشلة جدا. يعني الكذب هو صناعة، لكن ممكن أنا أقدم لك صناعة متقنة، ممكن أقدم لك هذا الفشل في الكذب. ليش برأيك؟ هي تتفاوت المشكلة الآن. أنا يمكن طلعت شخص مظاهرة معينة بعد تفجير معين، فالأشخاص اللي طلعتهم فيجب أن يهتف هتافات معينة، بعدين يأتي وهناك لقاء. قد يكون هناك اللقاء كما شاهدنا أنه في شخص معطي له ورقة، قد يكون ترقى هذا الشخص بدون ورقة فيبدأ في العملية اللي احنا بنسميه الارتجال. هنا التخبط اللي انت بتشوفه، أنه بتلاقي أنه في شخصيات مش مقتنع انت بكلامهم لانه يمكن مش معطي له هذه الورقه. هي مو بس حتى خطا في الحوار، خطا انه عم جيب شخص عم طلعه بهويتين. يعني ما هي هاي المشكله الان، عشان اكون واقعي، هو اهم شيء عنده اللي بيخرج يتحدث في القنوات السوريه يجب ان اتاكد 100% انه ولاء الان ولاء له للنظام، زائد الاهم قبل الولاء للنظام الان، لانه ممكن اضربه حي وحيقول بكره ما ينقلبش علي. المخرج عم يخبرني انه الوقت انتهى. انا اشكرك جزيل الشكر الدكتور نادر ياغي على ما تفضلت به، الاستشاري النفسي، الاستاذ ياسر الاطرش الناشط السياسي السوري، انا اشكرك جزيل الشكر ايضا على ما ادليت به في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، تحيات فريق البرنامج همام تيسير وريمال، وهذا محمود الزيبق يحييكم، دمتم بخير.